غير مسبوق ومعقد وطموح. بتلك الكلمات وصف المنظمون حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، وتقام فعالياته خارج الملعب لأول مرة ولمدة 3 ساعات و45 دقيقة. الحفل يمتد لمسافة تزيد على 6 كيلومترات على متن 85 قاربا. ستقوم البلدان المشاركة في الألعاب باستعراض فرقها ورياضيها في نهر السين حتى برج إيفل الشهير. 3000 راقص وممثل على ضفاف العاصمة الفرنسية وجسورها سيقدمون 12 لوحة فنية تحتفي بالرياضيين وتحكي قصة فرنسا بلد التنوع وتحتفل بالعالم كله متحداً. سيحظى الحفل بأكبر تغطية تلفزيونية مباشرة على الإطلاق من قبل الشركة السمعية والبصرية التابعة للجنة الأولمبية الدولية المكلفة بالإنتاج. على نهر السين والمعالم الرئيسية القريبة نوتردام، متحف اللوفر، متحف أورسي، سيتم نشر أكثر من 100 نظام للتصوير بينها الأنظمة الآلية والرافعات لتقديم منظور فريد للحفل الذي من المتوقع أن يتابعه مباشرة 1 مليار مشاهد حول العالم. ولخروج الحدث الكبير في أفضل صورة، أعلنت الداخلية الفرنسية نشر نحو 45,000 من رجال الشرطة لتأمين حفل الافتتاح المقرر أن يحضره أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة. حظر شبه تام للحركة في عاصمة النور وغلق للمطاعم والحدائق والأماكن العامة وتشديدات أمنية وسط توقعات بحضور أكثر من 300,000 متفرج، ما يشكل عبئاً كبيراً على الجهات الأمنية. مسؤولون في اللجنة المنظمة للألعاب أكدوا أن الخطط الأمنية لم تتغير رغم محاولة اغتيال دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، لكن الحكومة الفرنسية اضطرت في وقت سابق من العام إلى رفع مستوى التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بسبب الصراعات في الخارج والمخاوف الأمنية في الداخل.